وتعالى. أقوام كانوا مفرطين في جنب الله، مسرفين على أنفسهم. جاء الله تعالى بهم وحده إلى بابه وإلى مسجده، فكيف نتعامل مع هؤلاء الأعزاء ومع هؤلاء القوم الذين هم عبيد الله تبارك وتعالى؟ كيف نتعامل معهم؟ وكيف نعينهم على الطريق الذي اختاروه، طريق الله، طريق التوبة؟ وكيف نكون سببا في ثباتهم؟ الناس جابوا ربي سبحانه وتعالى وتلاقوا به، إذا ما قدروش يشدوا في الطريق تاع ربي ننسالفه رد بالك. الضيف كيجي كي ما تكرموش راهي مشكلة في اللي ما كرمش. هذا الناس جابهم ربي سبحانه وتعالى، والله يهدي من يشاء متى يشاء سبحانه وتعالى. فقال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، تذكر حبينا احنا يا رب، لكن الله تبارك وتعالى هيئ أسبابا فنقول نفسي بالفضل إلى الله وحده. فكيف نعين هؤلاء الناس الذين تابوا إلى الله تبارك وتعالى؟ كيف نعينهم ونثبتهم على هذا الطريق؟ وكيف يعني في الحقيقة نكفر عن تفريطنا، لأنه كان المفروض أن الناس نكون احنا سبة فيه. لكن مرة تعلمنا مرحلة واحد فينا ما ولا ينصح خور، واحد فينا ما ولا يقول يخمم أنه من بين الأهداف دياله هو أن يكون سببا في هداية الإنسان. لا شك أن هذا تفريط، لا نتنزه منا ربي. كيف نكفر عن تفريطنا ونكون معهم يعني إخوة متعاونين في طريق الهداية لله تبارك وتعالى؟ أول حتى ندخل في الموضوع، أول شيء نفعله مع التائب الجديد هو أن نفرح بتوبته، أن نفرح بتوبته وأن نظهرها بالفرح وهذه البشرى، وأن لا نقتله بأعيننا كأنه جيد. كالإنسان الذي يتوعد شيخ شخصا تأخر عن الموعد، لا، لابد أن نفرح بتوبة هؤلاء وأن نظهر لهم هذا الفرح، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أشد فرحا بتوبة عبده من رجل كان في فلاة في الصحراء معه راحلته وفيها طعامه وشرابه، فوجد شجره فقال: استظل في ظلها. فنام نومه فلما استيقظ لم يجد راحلته وفيها طعامه وشرابه، بحث عنها فلما ايس من وجدانها قال: ارجع الى الشجره التي كنت عندها وانتظر الموت في الصحراء الخالية، ما عندك شمال لا مكان لا شرق، اشتري لك سنة الموت. فأخذته عينه فلما استيقظ وجد راحلته، هي راحلته وفيها طعام وشرب، معناها الإنسان شاف الحياة بعد ما شاف الممات، شاف الحياة ثم شاف الموت. من شدة الفرح، من شدة الفرح حتى واحد دفن كان الإنسان، كنت راح تموت مشاعر حياة ربي، لا شك أن هذا فرح. من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، كان حب يقول اللهم أنت ربي وأنا، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله كان عنده مشكلة مع ربي، إنسان ما يصليش، واش دار لينا يعني ما يصليش؟ أنا واش دار لي؟ ما تعدى يا رب، صح أنايا؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، أنا لازم ندعو الناس للخير، غار ولا يصلي؟ أخي كان غارب مع ربي، ربي، هل في إنسان كان غارب مع ربي؟ ربي يفرح به، واش بيا أنا ما نفرحش به؟ من جميع واحد
الذاتي يفرح ربي به فرح وصبره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما بالنا نحن لا نفرح به؟ بل أزيدكم شيء، رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو قدوتنا وأسوتنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يفرح بتوبة التائبين. وشفنا ربنا دروس السيرة، دروس الصحابة، كيف فرح بمؤلفة قلوبهم، كيف فرح بعكرمة بن أبي جهل، بكبير في حالة من الأذى، آذى الرسول صلى الله عليه وسلم، أذى ابناته، أذى وفي عرضه، حبوا يقتلوه، هملوه، خرجوه من مكة إلى المدينة، وحاربوه، وقتلوا أصحابه، وآذوا أصحابه، ومع ذلك لما تابوا، فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبته. قصة كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه، لا أدري لكم تطرقنا لها في الدروس السابقة، لكن هي لمن لا يعرفها، هو واحد من الثلاثة الذين ذكر الله عذابه في القرآن الكريم. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف، ثم تاب عليهم إنه هو التواب الرحيم. كعب بن مالك وهلال بن أمية الوارثي ومرارة بن الربيع رضي الله تعالى عنه، هؤلاء الثلاثة من الصحابة الأجلة تخلفوا عن غزوة تبوك، وكانوا قد ربحوا تخلفوا تهاونا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رجع من تبوك المنافقين كل واحد يستقبل سفرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لهم ويدعو سرائرهم إلى الله. يقول واحد المرة كانت مريضة، واحد الدكتور قال للحمام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي تشفى، أنت قلت لي، لكن إذا كنت كاذب ربي فضحك ربي سبحانه وتعالى. ربي قال للنبي: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. أعوذ بالله، ما أشد خطأهم وما أقبح ذنبهم وما أنزل منزلته عند الله. الرسول يستغفر لهم ومع ذلك لا يغفر الله لهم، وما أدراك ما الرسول، معناه أن الناس دلوها كبيرة. إلا هؤلاء الثلاثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن لا يكلموا، وهجروه هجرانا تاما 40 زائد 10. ثم بعد ما مرت 40 يوم أمر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه أن يفارقوه، لم يطلقوه، قال أن كل واحدة تروح دارها. زادوا 10 أيام 50 يوم، قال لك ربي: حتى إذا ضاقت عليكم الأرض بما رحبت. يحكي كعب بن مالك قال: فأنا صليت الصبح ولا يروح للمسجد، ما يتلاقى مع حتى واحد يحضر معه ولا كذا، صلى الصبح في دار. قال: فلما أنا يعني أكملنا الصلاة، قال: سمعت صوتا من بعيد: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. توبة ديالو ما خلاش النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجي، شوف من شدة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بتوبة كعب بن مالك، بعث له يبشره، والصحابة يفرحون بفرح الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أخوهم بغلط، ما حبوش يهضروا معاه، باش يأنبوه، باش يزق بروحه، باش ما حبوش يهضروا معاه، على خاطر شي يكرهوه، كيما بيديروا الآن شي ناس، وبيقدروا يصير زعما من الحياة والطريس، يهضرك باش يعافيك، ماذا بيه تدخل جهنم، أعوذ بالله. مين جاب البغض؟ مؤمن يتمنى أن أخوه يغلط، مؤمن يتمنى أن أخوه في الله، أن أخاه في الله لا يرفع رأسا بإسلام ولا سنة، يتشفى فيه بعد ما يحكم عليه بالضلال، وهو وإن كان عند الله يحكم بالضلال. شكون رب العالمين؟ أنا وإن قادرين نغلطوا في إنسان دير بالك، لكن رب العالمين قال: من يهدي الله
شنو من يعبد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. لكن يضلل اخاه ثم يفرح بان اخاه هذا ضل، يفرح وداس تسمع ليس الله. ها قلت لكم اللي ما يسواش، وداس عرف باللي الناس رايت هذه فيه، يفرح ان الناس ضارت عليه ولو ما يهضرش معاه، ولا كيرمي يدو يخبس معاه وواحد ما يخبس معاه. اعوذ بالله، انت تنتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو في الهجر في الله، هذا هو الهجر في الله. هم يهجرون لاهوالهم باش يغطي روحه، باش يفرز عقله، باش يبين باللي هو قلبه تحرك، ويستدل بقصه كعب بن مالك حاشاهم. انظروا الى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي امر الصحابه ان لا يكلموا هذا الناس دواء. قلت لكم الصحابه حسوا لها ولا حسوا لها باللي غلطوا واستغفروا ربي قال ثم تاب عليهم ربي قبل التوبه ديالهم، معناه استعرفوا باللي غلطوا، وهذا الناس ربي شرفهم لان التوبه ديالهم شكون اللي قابلنا بالاتابه؟ رب العالمين، معناه تاع الصح كان لديك، لانه حنا دوكا في واحد ميت ساعه قال انا تايبي ها دوكا انا وياك انا قاعدين نذكروا معصيه درناها واش نقول لك؟ استغفر الله واتوب اليه. صح رانا تايبين، صح ربي قبلنا التوبه الله اعلم، لكن هاد الناس اللي غلطوا ربي هو اللي سينيالهم اكد لنا اللي تابوا وقبلهم ربي التوبه ديالهم. وقال ربي ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، خاطر الناس سلكهم الصدق ديالهم، ما كذبوش كما المنافقين سلكهم الصدق ديالهم. الفائده لما تاب هؤلاء ارسل النبي صلى الله عليه وسلم كاين صحابه راهو غير سمعوا شو سمع باللي خوه جاء واحد الخيل ما حسدوش ناضوا، واحد ركب في الفرس رايح لدار كعب الملك وناخر وجده طلع عليه اعلى مكان في المدينه تما، وقال يا كعب بن مالك ابشر بتوبه الله عليك. قال فخرجت ساجدا ثم وهو في تلك الحالة من الفرح فرح أن الله تاب عليه ونزلت البراءة ديالهم. جاءه المرسول الثاني صحابي لنا واحد قال له جاء راكب الفرس، قال كعب بن مالك وكان الصوت أسرع من الفرس، يعني هذاك اللي جاب الخبر أنا سبق الأخر ليعيط، وكان الصوت أسرع من الفرس. فلما وصل هذاك الصحابي قالوا يعني نزلت الايه فيها البشرى لك، رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا علينا هذيك الايه باللي ربي وبشركم باللي التوبه قرا لنا الايه. قال فاعطيته ثوبي من شده الفرح، الانسان كي يفرح يتصدق يا خوي هذا فيها ادب، والانسان اللي ربي يتوب عليه هذيك الفرح تخدم فيها، لكن انتبه نهار ربي يتوب عليه اول واحد لازم يفرح، ما تستناش الناس يفرحوا بك، افرح انت بروحك، راك سجلتها مع ربي. إلا سجلتها مع ربي خلاص، لأن التوبة وشنو هي؟ التوبة وشنو هي؟ راك سجلتها مع ربي. وتوبوا إلى الله، ما قالش ربي توبوا للعباد، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، توبة لرب العالمين. أول واحد يفرح لما يتوب وصاحب التوبة هو هذا الإنسان المذنب، يقول تنفست أهوانتين. إذا جاءت الموت مرحبا بها، إذا جاءت الموت وأنت دائم مرحبا بالموت، لأن الموت تأتيك أينما تكونوا يدركم الموت، ولو كنتم في بروج مشيدة، ولو صبيت روحك يأتيك الموت. فهذا قصة هذا الصحابي كبير باللي الدائم لابد أن يفرح، إذا سجدت كي سمع الخبر، قال فسجدت سجود الشكر. وكي جاء الآخر خبره أكرمه، وش أعطاه؟ أعطاه حوايجه. قال واستعرت ثوبين سلفت باش نقدر نروح للنبي للمدينه للمسجد. فلما وصل الى المسجد مازال الفرحه بالتائب، مازال صحابه مازال. قال فلما وصلت الى المسجد قام صحابي اظنه طلحه
قال ولست أنسى على طلحة ما طرحنا دلي شاست الله من سبه وش دل أول واحد ما بليه هو الباب ومنها مش صاحبك بقعدين ما بليه أفلس مني ملتائي قلت له جاس خليه يشتغلي هذيك الضحكة هو داخل جامعك الخايب يشوفه من الحبك هذا سميك ولا بابا سميك ومما هذا تقطع الروضة هذا أليه في البنت وده أليه في البيت وخلاص سكت عليه الإنسان خلاص يا رجال نما أو تاب يجي داخل الجامع يعني الصحابة البلاغ ما كانش يهضروا مع بعضهم البعض صار ما كانش يهضروا مع ماشي كل هذا خلاص ما نكرهوش أصحاب المعاصي احنا ما نوافقوهمش أبدي والله أبدي نوافقك على المعصية انسى انسى أنا ما نوافقك على المعصية نحبوك في الله ونبغضوك في الله نبغضوك في الجهة اللي تعصي فيها ربي ونحبوك في الله في الجهة اللي راك تطيع ربي خير هذا هو الحب في الله والبغض في الله احنا ما نكرهوش أصحاب المعاصي ويجب علينا أن نكره هذا إنما نكره المعصية لرب فيها وما نحبوش المصير ديالهم احنا صادقين احنا رجال احنا رجال في الصداقة احنا كيقول على الإنسان صاحبي لا راجل مع صاحبي ايش معنى صاحبي؟ صاحبي ما نحبوش هذا المعصية ما كانش حاجة تاذي الإنسان في الدنيا والآخرة كما المعصية ما كانش حاجة تاذي الإنسان في الدنيا قبل الآخرة كما المعصية على ذلك احنا ما نحبو لهم في رب يعصي هما كأشكال وألوان وأسماء قدر حبهم لابد علينا أن نحبهم أظهر له الفرح الصحابة الباحة بحبيب الله ما جماعة المطعمين هو الوحيد اللي لا والحق ليه وحضره وقال له يعني بروك عليك وربي تاب عليك ثم لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منور قال شاف النور في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصحابة يعرفون من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حالته النفسية فكم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم راضيه وكانوا يعرفونه إذا رضي وكان لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمته وكان لا يتصل بنفسه صلى الله عليه وسلم قال جرير بن عبد الله البجلي وكان إذا سر أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إذا سر استنار وجهه كأنه مذهبا يعني كأنه قطعة ذهب صلى الله عليه وسلم هذا السرور شاف كعب بن مالك الرسول ما كانش يهضر معاه 50 يوم ما هضرش معاه النبي صلى الله عليه وسلم تموت أرحم لك من أن النبي صلى الله عليه وسلم يشوفك من دون الرسول لا إله إلا الله تموت وما تشوفها الناس كانوا يحبوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من والديهم كانوا يحبوه أكثر من الدنيا كامل الدنيا تروحوا ويروحوا لوجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا بهم يقول له الصحابة اللي هم صحابة زينين ما هم صحابة من ماذا؟ صحابة زينين برضو كان الابتلاء الامتحان لهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يحضر معهم أبو بكر الصديق ما يحضر معهم عمر بن الخطاب ما يحضر معهم عثمان بن عفان ما يحضر معهم عبد الله 50 يوم لكم أن تتصوروا الشدة وصفها ربي قال ربي وصف لنا الشدة قال حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت يعني ضاقت الدنيا خلاص ما بقاش عليهم وضاقت عليهم نفسه التي هي بين جنبين ضاقت من شدة ما تألموا لكن كان هذا تأديبا ليس كرها بدليل أنه لما نثبت التوبة فرح النبي صلى الله عليه وسلم بالتوبة يعني جبنا احنا هذه القصة وطولنا فيها شوية مش نعرفه من أول واجب نديره مع الناس لربي سبحانه وتعالى ربي سبحانه وتعالى أهداهم في وسطنا أهداهم ربي في وسطنا أول حاجة أظهر له الفرح استعمل له من الأشياء التي نفعلها لنظهر لهم فرحنا بهم استعمل عبارات خبز الحلول استعمل عبارات هو داخل قل له والله تمر الجامع بيت الجامع تمر يا سبحان الله اعطي له فرح يحتاجها انت الان تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وانت تفعل شيئا قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يفعله وهو فرح ربي يفرح بالتالي انا وجدت تحتاج يفتولك العلماء بزاف وكذا ربي يفرح بالتالي انا وجدت
من الفرح بالداعي، لكن الفرح في القلب بين اللي بلك فرحان بها من الاشياء التي يظهر فرحنا بها. قل له والله من اليوم نخلص لك عشان، والله من جامعه نوابك، كلمات من هذا القبيل اظهر له فرحك، اسجد امامه سجود الشكر. انسان ما كانش يصلي في الحرمه وكان خارج طريق، شفناه كان صلى، جاب همه ربي سبحانه وتعالى، اسجد سجود الشكر، هذه نعمه. وستعلمون ان توبه العصاه نعمه لجميع المؤمنين، لان معصيه العصاه معصيه الناس نضطروا كاع بها، وبالتالي كينسجموا الناس، راه هي رحمه نزلت علينا جميعا. اسجد سجود الشكر، فان هذه من نعم الله تبارك وتعالى. او تصدق فرحا بتوبته، شفتوا تاب مع جماعه، تاب مع جماعه، قال ما لا ادري، قال ديروها نصب يا شيخ، يجي داخل انسان 15 ساعه داخل قهوه يقول لك الكازوز يكون قاعد. سؤال واش خسر؟ خسروا بالناس، الله ما خسر، صفقات السيره ديالهم. قال جماعة هذا راه الحال مسموم، قال روحوا كاع نفطروا، فطوركم كاع ليش؟ خسروا كاع الدقيقه. المهم اظهر فرحك بالتالي. زين، من الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك، قال له ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. شوف عباره كبيره، بعد ما ربي تابع لهم لقى كعب بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم، لقى بشاره تبشير تائبة لمرة ثانية، نفرحوا ونبشروا، لازم نفتحوا لأنه تائبة لله جاي بالصح، شكون كان أنه رجل الحكام، وخطوة خطوة خطوة أو خطوتين للدور، ما قالوش مازال هو فاطر من حنا، مازال يعني قادر من الدور يغنوا الشيطان، يخلقوا لنا الشيطان، هكذا عايش بزاف على الشيطان، كثر لي عاش مع النبي، فهمي بالك، معناها خطوة كيجي يحتاج أننا نفرحوا به ونبشروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن مالك ابشر بخير يوم مر عليك، احسن يوم مر عليك من نهار ولادتك يماك، هذا اليوم اللي ربي كتب لنا نزل فيه القران، نزل القران، القران يتلى الى يوم القيامه بسبب معصيه هؤلاء وتوبتهم لله تبارك وتعالى. وشوفوا يا خلق، احنا ربي مر 60، ربي سبحانه وتعالى سطرنا، يعني مقنع روحك، شو واحد فينا مقنع روحه باللي هو ما هوش يغلط مع ربي؟ شو واحد فينا هوش يخطأ؟ سؤال ثاني طريقة أخرى، يعني إحنا يا ما تقولش إحنا فريناها ولا كفاية؟ يعني التوبة هذه جعلها الله لمن للعصاة ولا جعلها للمؤمنين؟ للمؤمنين. ربي قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، ما كانش المؤمن ما يعصيش، أبلي انسى، تختلف انواع المعصيات، تختلف انواع المعصيات، كاين عنده الكبر متكبر عنه كامثال الذنوب، وقع في المخدرات ضره اليوم راه مقبلها سافر ضره يدخل الدار يتعلم. شوف انسان اخر دار النميمة بين زوج، هذيك النميمة اللي كان سبها هو فيها كانت سبب أن طاح في الروح، صلاتها دي ولا ما صلاتها؟ سبب اللسان هذا طاح في الروح، كم من مرة أطلقت بسبب اللسان، كم من عداوة حصلت، كم من رحم قطعت بسبب اللسان، يعني تولي تشوف صاحب المخدرات هذا ما أذاش الناس، حتى الساعة مازال ما أذى الناس. يعني مش نعرفوا باللي كلنا تائبون، يعني اذا تابوا شي ناس كان الذنب ديالهم باين، احنا قلنا ربي وسطرنا، كاين شي ناس الفرق بين الذنب ديالهم والذنب ديالي ان ذنبهم كان باين كنا نشوفوه، فنهار ينسكبوا يسكبهم ربي ويهديهم الى الصراط المستقيم، يهديهم ربي الى الصراط المستقيم.
اي حق تقدر تشوفه شو مليح عليه الانسان بدك تقول هذا جار الله يصدق هذا جار لا اله الا الله ملك رمضان شيء لا سيطره شبه كل ما هو شوف النبي قالوا ابشر كل شيء لازم تلقى محمد جدا مش محمار مات هل يهضر مش محمار مات حمارك فليقل خيرا او يصمت بين باللي تمام انسان جاي 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 بشعره جاي متروح جاي خطوه قبل ما حلم من حبيبك انت ما فرح بالتوبه دي يعني انت بتقنعني انك تقول وش ما حمار مات فرحان بالتوبه دي ويجوز لك قول الكلام وعلاه شيك الجامع شيك وعلاه انا نجو الجامع انا خلص هنا ولا ربي لا ربي كبير ربي علمنا ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا احنا لا كيف نحكي وعلى سبيل ما نخدوش لا حول ولا قوه الا بالله الانبياء وما ادراك كانوا يقولون كان احدهم يقول وما توفيقي الا بالله مش توفيقي انا توفيق ربي علي عليه توكلت واليه اريد الرسول صلى الله عليه وسلم كان السيد المتواضعين سيد المتواضعين لأنه سيد رب سيد الخلق أجمعين قال عن نفسه أنا سيد ونبي آدم ولا فخر ما كانش يسأل على الناس أو يبينهم كان سيد المتواضعين كانت الجارية تأتي النبي صلى الله عليه وسلم جارية طفلة صغيرة طفلة صغيرة جارية طفلة صغيرة زعما يحقروها ولا كذا يديروها شي منها يلقاوها في البيت عمو عمو أو يقعد أحقرها فكانت الجارية تشد النبي صلى الله عليه وسلم بيده تديه جماعة يحضروها ولا تديه شعرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعها هذا يشنف الذي خلقه هذا يشنف واحد دائم هذا يزعم على واحد دائم بعد ربي سبحانه وتعالى فمن المبشرات قلنا نفرح بتوبة التائب زين نبشروه لأنه التالي بدأ في على ذلك كلام كبير ولا موش وجد جواب زمن ربي يغفر لي زمن ربي يغفر لي ديك السنوات تاع شوف هذا الحلا غير الله شوف هذا الحلا بزاف فيأتيه الشيطان دهو شيطان الجن وسوسه وسوسه بذي ما مش ما مش يقلبه فيحتاج التائب منا من يقول له شو كما قلوا في من أكبر شو واحد مرأي قالوا وقالوا له في المرأة الخاطئة قال أما كم يقولوا الله يبيهم من أكبر ويحكموا على ناس بغر كان الناس واحد كان عنده هذا المرض غم براء مدين عنده الدين عنده بسرعة ما يقولوا الله مرأي إياه مرأي الدين عنده واحد مرأي كما هو ولا أكثر من البراء سبعين من أدخل نسبة مئة ويعني لك عدورك عدتهم يعني لو كان تشوف مقولات عن النفسية ديالو كيفاش تولي نفسية عظيمة هذا يسمى التبشير بشره راح تبشره بالشفاء التالي يشوف الصورة يحتاج منها إلى تبشير يحتاج منها ربي قال أنا مؤمن كلام ومع ذلك يقول ربي وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار يخليك يبين وهذا الشيء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابته مرة عبد الله بن عمرو بن العاص لا عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وما أدرك ما عمرو بن العاص كان كافر أسلم يعني بعد صلح الحديبية عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما جاء مسلما إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أو قال لي النبي أبسط يدك أبايعك أبسط يدك أبايعك فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده الشيخ يبايعه أمسك عمرو بن العاص يده أمسكه فقال أنا عمد الله وش صار في مجالس عند مدير المحرم فقال أبسط يدك أبايعك فلما بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده كم
أمسكت يدك يا عمر؟ قال أريد أن أشترط قبل ما أدخل في الإسلام أشترط. قال وماذا تشترط؟ قال أريد أن أشترط أن يغفر الله لي كل ذنوبي. طبنا في ذنبي خذ لي كاش. شوف 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 جواب شوف جواب كان بشرط. قال أوما علمت يا عمرو أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني هذا الحديث يتدبر فيه من جميع واحد تاني قبل التوبة مغلوط في حفظ عظيم، لكن إذا تب خلاص عرفت من هذا الحفظ. التوبة تجب ما قبلها، فماذا تجب؟ أي تمحو وتزيل ما كان قبلها. كيف واحد كان كافر فرض 60 سنة وكذا، ثم في الأخير قال من قلبه أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني دخل في الإسلام والمسلم سنة الكفر بلا إله إلا الله. من هذا ماذا؟ هذا من التبشير. ربي بشرنا أمرنا أننا نكلم الناس بالشير، نجمع واحد تائب وتحكي له دار وشرح على الناس أكثر من نور بدمه. قصة الذي قتل 99 مرة واحد دايب مخنوق بالمعاصي دايب الشيطان هكذا دايب ما تروحش للجامعة ما تروحش، يعني هكذا هو يريد على مش يخليه ما تروحش شنوه انت أخذ وانت أحلم انت يكبر له المعاصي دايب ولي صارت لنا يا خطيب الله بحال مسلطين، يعني كانوا ناس بحال مسلطين لا بتعرف فقط جمز واحد من مرحلة كحلم. أذكر إنسان ليش الحكبات المعنى في المسجد إنسان تعمل بالريمة كان سجد فوق الله وكذا واستعامل بالريبا وكذا وخلص الكريم، يعني دخل في الريبا ودار. اذكر هذا الوقت كنت نزلني في الريبا فاحد العائله ديالو اسمع قال الشيخ ما كاين واحد اسمه عنده مشكل حد يحكي طبعا نكون في هذا المليون في الريبا ثم انزل للوالد البدوات يعني الاله اللي عندي فتحه قلت له بيقول فتحه قلت له بعد ما توصلوني نحطوا على الوالد البدوي ومن هنا تبدو الحديث اقليها الى عمان التقينا ركبنا في السياره اهلا وجانا من كاين قاضي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته لم يكن قد مع سائق السياره وعمان فهي بعد ما يعني سخنا الحديث فيها قلت له يعني تفضل قلت له ده لازم خاص ولا لا من لحيت قيل لا عادي يعني مشي كلام خاص غير انا راسي وراسي قليلا لا اعرف شوف يا خطيب والله من سحر اليوم. فقال لي والله يا شيخ انا يا مستكف اوروبا وكذا ومنا تعاملين بالربا جيت عليه الله بعته الله انا مش انا محمد تعامل بالربا وكلت الربا وبدا يبكي يا خطيب مش بدا يبكي بدا يسيح قل سكنه رحت للهضره كنت صوت مرتفع يعني كان الناس كانوا جايزين من هناك سرقوه يبكي ما قدرش يكون ما قدرش يصير 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 فقلت له ولدت له روح الضرب بعد ما ولدت له قلت له ما خليته شو يصدق قلت له انت درت معصيه الريبه من عندك قلت له حبيبي شخصي كاين الذنب سمي لي ذنب ربي ما يتوبش على المنع كاين الذنب قال لي لا قال لي ان الله يغفر ان الله لا يغفر ويشرك به يوم القيامه يعني كان تلاقي ربي يوم القيامه لان يوم القيامه ما كانش في العمل كي جزاء اما في الدنيا الكفار قريش ربي تبارك ربي خالق النصارى ولو ان اهل النبي امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم اكثر مني ومنك وربي يغفر فبديت يعني كل ذي ان الله يغفر الذنوب جميعا قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء يعني ذنبك مهما عظم فهو شيء ورحمة الله وسعت كل شيء من الآيات بلزم استقرار من أبيها قلت له تغلط مع ربي قلت له أكناد من أكناد من قد هو الجبال الشيطان لأنه زاد عنده دراري
وكلها وبنات سمعنا المدرجة حرام والبلد حرام كبر على الشيطان راح يكسر السيدة يقدر يقتل روحه خلاص بدنا يشوف هذا اللي هو هذاك الفلد يعني اركبها لنا اركبها لنا خلط على لنا شاف روحه اللي هو حياته كلها راحت مور هذيك الريبة حياته كلها تلبيذه صح لازم ما نقولوش انا ما نكذبش عليه ما نقولوش لا لا ما يمشي انا اعطيه رحمه ربي نعرفه بربي في هذه المرحله نعرفه برحمه ربي سبحانه وتعالى الان نفتح له المجالات يفتحها ربي سبحانه ربي يفتحها شيء راح يفتحها ربي سبحانه وتعالى يفتحها فقلت له هذا قلت له شوف انت غلطت مع ربي بالطراحه زدت لها مع ربي بالطراحه كيف يعني يقولوا من 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 مما ينفع التائب بعد توبته ان يصلح عمله شتو يعني عكرمة بن أبي جهل لما جاء وش قال النبي قال صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله ما من مجلس ما من مجلس في الجاهلية هجوتك فيه سبكت فيه إلا وأذكرك فيه بخير وما من درهم انفقت أنا يعني انفقت باش نعاديك شريت سلاح لهذا خلصت هذا باش نسبب ما من درهم انفقته لعداوتك انفق مثله لنصرتك هذه هي قال تهرت مع ربي الربا الربا الدراهم تصدق تصدق شحال تصدق 100 200 مليون قلت اتصدق حتى ترضى قلت له لا تقول اتصدق حتى ترضى حتى تقول يا الحمد لله كفرت على ذنبي اتصدق قلت له دوا اخيرا المرانا متفقين والله يا خالد غير متفقين هو مسكين ولا عادي ولا تطلب روحي وتفوق وكذا ما نفعنا له بشرنا بالاغنيه توبوا على الثاني التبشير التائب الجديد كاين الناس يجي يحدو الشيطان يخلط هارو فيشوف فريق الله يشوف روحه اللي هو بيتوكل عليه فيحتاج مني ومنك بارك الله فيه الى من يبشره بانه اذا كملت هذا الطريق نعطيكم شيء كاين قصص تاع علماء تابوا قبل ما يولوا علماء تابوا ولو علماء من خيرة التابعين الفضيل بن عياض الفضيل بن عياض أقرب سيرة الفضيل بن عياض كان يقطع طريق كان شاطرا يقطع طريق للناس يعني كان يعصي ربي لكن لما تاب ولد الفضيل بن عياض عابد الحرمين من عباد التابعين رحمه الله تعالى كثير من الناس من الأشياء اللي يحتاجها التائبين الجدد أنه تبين له بدي ماشي مروك على كتاب قادر تزيد تدخل مليح في الإسلام تشوفوا على الصوت كان يغني تقول له إن شاء الله هذا الصوت تحفظ القرآن وتقرأ القرآن لا تعي صوت مراك ما تعي ما تعي صوت مراك هذا الصوت إن شاء الله إن شاء الله تأذن به ويسمعه كاع الناس وتحكي له فضل الأذان قال ما يسمع المؤذن ما يسمع صوته خلق انسان او جن او شيء او حجر او شجر الا شهد له يوم القيامه يعني كاين اشياء لابد ان نفعلها لهؤلاء التائبين قلنا الفرح بالتوبه التبشير بشروا باللي طيبك تمشي فيها توصل باللي الصلاه الامينه والله تخدمك من الاشياء التي نفعلها يعني وقتنا تذكر دائما القاتل الذي قتل 100 نفس احنا خاطرنا لما ما كانش يصلي ولا يصلي كثير منهم والله بالبالا ما خلاش الكبش ما يدبلوش تحكي واحد قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم قصة قتل 99 نفسا 99 انسان قتل في الاخير انسان تاب ربي على الاخير تاب ربي دخل الجنه اخر قصه يعني معروف نوعا ما وشوفوا يا خوتي اللي يقدر يلحق يقتل 99 روح يصير وسط الله اكيد ترفع اكيد سبق يقول البلد ديك المعاصي البلد تحتار اكيد سنة اكيد تعدى على المعركة تعدى على العيال وما تخرج صح قال ان النبي صلى الله عليه وسلم ذنب البصر في داره 99 روح كذا وزاد كم من 100 بهذاك اللي قالوا ما يتمش ربي هذاك العابد خاطئ مسكين صح حابس كيف تشكي واحد ما يتمش ربي فأتم به الإمام
في الاخر كيف تقرا مع واحد عالم قال ومن يحول بينك وبين التوبه التوبه ديالك اعطيني حاجه فوق الباب تاع التوبه كبيره على الباب تاع التوبه اكبر باب خلقه ربي في الدنيا هو باب التوبه اللي صاعد من المشرق الى المغرب في الدنيا اكبر باب مخلوق في الدنيا هو باب التوبه فيه باب التوبه في مصراعين جزبينا كما الباب الكامل من المشرق الى المغرب واكتشفت نغلق هذا الباب نهار تطلع الشمس من المغرب التماك نغلق باب التوبه فهذا الباب العظيم قل له اعطيني حاجه ما تقدرش تجوز الباب اعطيني ذنب يحول بينك وبين التوبه انك تدخل مع التدين ما كانش قلنا ثم نصحه قال ما تروحش مع هذه الحومه روح الحومه الفلانيه مات في الطريق فاخذته ملائكه الله وملائكه الله لولا اني اخشى ان الوقت يفوتني قصه رائعه جدا اللي سمعتها من عند الامام لابد ان نستحضرها لابد ان نستحضرها ونحن نبشر التلميذ يقول لهم هذا من 99% تروح ربي تاب عليك تختم تشوارع تقتل صح تقتل انا ربي توب عليه والله انت الصح رانا نخاطبوا له في عقله ما راناش نصحوا له فيه رانا نقنعوه رانا نعطوه ديال الباب باللي راه صح انت صح عارف انك انت الصح ربي تاب عليه تاب على فلان نحكوه لهذا لابد ان نعرف قصص التلميذ طيب من الاشياء التي يحتاجها التائب الجديد ان تعينه على توبته ان تعينه على توبته كي ليس كان يخدم في الحرام وتاب نعاونوه مش قضيه هو تبى تروح في الحرام تخليه فقير تقول له بارك الله فيك تبت وتبقى رايح الدار تضرب الدجاج وهو سيد عاونوا على التوبه عاونوا انه يصبر على ترك الحرام قد فهموا من الناس الزوج ان شاء الله هو في مكانها في مؤلفه كلكم شيخنا هو ساعات مش قيمه الهديه اللي تاثر في الانسان اما فكرت فيه ليه تاثر فيه يحس بالله وسط رجال صح انا جبت روحي للمعصيه صح انا مؤمن رجال كما نقولوا احنا واحد زلق تكسر حبينا ما ننضوش تتعاون تلحقوا بنا الباب عجاله ولاخر من الترجمه يحطوا بين الدروج ولاخر من الدروج يديه للحامل ولاخر من الحامل يديه للدار حامل ما في سيدي هذا طاح قصه اسمها ولد ظل حب ينوض احنا الداعي هذا كان طايح حب ينوض عاونوه كل على حساب الدم ديالو انسان كان يخدم في الحرام نعاونوه اننا ساعه ساعه لا يوجد الطرق كي تقضي عن الدم ديالو انا ما داروهاش المجاهدين الناس ما داروهاش فكري كانوا الناس تاكل الكواكاس بغيت يسمعوا راجل ما راجل هذا راح للصوره ولا كذا خلاص بلا ما يقولوا تهلاو في الدار عيد بلا يقولوا تهلاو باين يطلع الفيلم وحده يتهلاو قاتل وهم فقراء صار بغناهم الجود بالموجود القريب سيد هنايا عنده دلاله كي يدخل دخلت على السيد هنايا ولا نعاودوا نرجعوا للحرام نعاودوا نرجعوا يبيع الكاشيات نرجعوا يبيع الكاشيات انت داخل دارك ولا داخل داري داخل دارك حنا ما نجيوش حبينا نبيعوا الكاشيات اول كلام تاع واحد يبيع الحرام كان عفوا قولك شنو الله الحلال فيه خير اترك الحرام فيه اختف الحلال الحلال فيه بركه كان عفوا نهضروا بصح هذه دنيا كاين شي ناس يحتاجوا الى انك توقفوا اللي في هذيك اللحظه باش يترك الحرام وسعلو في الحلال وسعلو في الحلال قال حارب دخل في الحرام حارب دخل قيل له غلط نكون رجال نجيب لك دار الفطور وعشاك عليه ولادك صوتهم عليه العيد اللي كنت العيد عليه تنقل عليا معنا مفروض علاش من اصناف الزكاه الغالبين شنو هما الغالبين عندهم ديون شكون هما هاد الناس يعني وقتاش الانسان يدير هنا كثير من الناس جايبين لي واحد تبكي باش نهضر باش نهضر طوموبيل باش دار اوبيراسيون كاين شي ناس داروا ديون باش يسلكوا ناس والله ما نصدق زعيم قبيله يلقى روحه باش يسلك كان واحد صرا قتيله باش يقولوا شحال السبب شحال مليار يقول برضه هذاك المليار سلكوا يعني حبس الدم حبس الدم ما نهاروك يعني ولا ولا غالي واحنا ما نجيوش روحنا نغرموا في الاسلام
اخي ربي عندي معامله عرضي الحال انا غدوه دخل روحي كريمه دخل روحي صار بدي اصدق ومن ذا قال اسمع اجيب لي تلفزيون وفلان هذه فلان هذه وروح وقلبتها في هذا الجميع خلوني وحدي ربي ربي سبحانه وتعالى عالم معنى هذه الاشياء لكن الحومه انا ما يعني قصدي الادب هو لازم ان نكونوا نفرحوا بتوبه الدعوه نبشروها بالاضرار نعاودوا نعاودوا لانه هذه المرحله كل واحد هذا ما يمشي كان مكسر سنوات ومكسر ما مشاش لربي حبيتو يعني غير يوضي بدا يمشي حرام جيت في الطريق نعاودوا نشدوا قال لا ماشي منا منا نعاودوا كي نحنا وش ماذا نعاودوا على حساب الجبل اللي كان محتاج اللي كان يخدم حرام احنا نعاودوه في الاحلام قال قوتك على الاقل تضمن قوتك تتوصح قال النبي صلى الله عليه وسلم من اصبح امنا في سلمه معافى في جسده من احتضنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها او كما قال صلى الله عليه وسلم نعم هذا المعاني مرتفعه ابدا انسان ما كانش يصلي يخدم عندك انسان كان يخدم عندك يخدم عندك الحاله ما كانش يصلي ولا يصلي عام شنو وقت صلاه كله راح صلي ما تجيش لاشياء راح صلي عام نقصه من خدمه على راسنا باش تعاون على راسنا لانه من بين الاشياء من بين الاشياء تارك الصلاه لماذا تركوها؟ يقول لك الخدمه لا تغلب لي الشيطان العشاء نمشي نخلفهم كاع نعيا حتى القرار حتى تسكن نعاونهم باش يكمل في الصلاه خدام عندي سيد نعاونه قال لك الصلاه حبس الخدمه انا شفت خلاص نروح يعني عاونوا في قضية صار دبر راسك تعاونوا نقصوا بسوايع زيدوا بسوايع واحد اخرى دبر راسك المهم عاونوا في مسألة في مسألة الصلاة نعاونوا الشباب باش يتسدوا مرة كان واحد الراجل يحكي لي واحد الإمام الداعي قال لي أعطاني واحد سائق أجرة راجل سائق أجرة قتير قال أعطاني البص قال لي كنا نشوف طريق زحمة وهم لما كان في الزحمة قال تعال الزحمة قال ضغط من النار ألقى أطفال مع طفلة يمشون إحنا يا أخي نديرو شوف هكذا يا زلمة تروح مع مرة شوف شوف إحنا ديما ندير فما ذلك كي عليه هو يعصي في ربي هي لازم نغضبوا بحرمة الله الله تقصير وش هذا قال الله يجمع فينا كل خير. شتو بدات؟ صلاحي انا صلاحي انا. انه هذو ما وقت حبه ليس من متاحات هذه الا الزواج عند قال النبي صلى الله عليه وسلم. حافظ الله. عامة تغدى ولا تغدى تحكم الشعب هذا. انا ما حبس. هذه الدين اخر الدين اخر. تنحط الزوج وش خصو هاي؟ انا ندخل في الموضوع وش خصو؟ اقطع له الحرام اللي هنا لأن الحرام ساعة الفراق من الحلال الفراق بين وش الحلال أي جد مصلحة عام تالت من الوجود قال يا أخي أروح صلي أروح في القرآن أروح صلي معنا بإذن الله واش العز العز علينا إن شاء الله واش الكب الكبش علينا رانا نعاون فيه على ماذا على توبته على أن يصنع حياة من الحلال بعدما كان يعني يمشي فيه الحرام. من الأشياء التي نفعلها من الأشياء لنعاون بها الدنيا بين الجدد ما هي؟ أن تكنس وحدك أنك تعاشر ضمونيك مع الجماعة ما تجونيش تخليه وحده العقلية تاع واحد كامل خلوه وحده ثم قعد تحكم الجامعة لكنه الشيطان فإن الشيطان مع الفن مما نعين به كل التائبين ان نؤنس وحدتهم وان نكون معهم وان لا نكون كهم رفقاء السوء. ما عرفتش ولدي بدلوا جماعته تاع الشر اللي معاهم كان يعصي ربي واللي انت جماعته تاع الخير والرب ربي. يعني بعض الناس قالوا لا قطع طرق لان نخافهم انت شنو غير يتوب واحد جديد وبعد اول حاجه يبدا التائب شنو
كل حدا يطيق ما يكفيش يحب يقولها. بابك سمع الشيخ ولكن انت الحلقة ممتازة ويبدأ يكفيك الله دون سجارة اخطارك قطع طرق على السنين قطع طرق هذا ما دربان ردك تأبش يجيب ربي فكي جاب ربي يجي سيحونا ويبدأ زحرين ويلون خير مش نوع خير أطلع مش معك ما تحضرش معك فهمت وش أعرف دي بيها دي السيد قلت لها كانت لا احنا هنا الآن كانت لا قلت يا أخي احنا يا جماعة أنا كنت معا متعقاصة والله لا ربط متعقاصة بس الله ما يبرك تبشيني فولا حدا لها جماعة الجامعة لها حدا الجامعة جاء في طريق من الوطن يا أخي واحد يروح شغلك يهرب في السريع عامل وكله خير صاحب أمر طبربي بين ابن أعظم حاجه بها أن يشغل لسانه به لله ألا بذكر الله تطمئن وخير الذكر للمبتدئ والمنتهي والمتوسط والمنتهي قراءة القرآن قال أربط بالقرآن أربط أحد من الرسول صلى الله عليه وسلم تعرف لماذا تربط بالقرآن؟ لأن القرآن كلام الله وحي القرآن هو يؤثر على القلوب بركة القرآن أنه يقرأ الإنسان يزيد إيمان إنسان صادق والتائب في هذا اللحظة له إنسان صادق الله راه ممكن صادق علي وعليك لأن احنا ورثنا العبادة الحرق هو بالنسبة له راه يستدل ذلك الله أكبر على الصلاة سمع الله لمن حمده راه يستدل ما كانش يديرها كاع فنهار يديرها الفاتحة اللي تقراها هو يقراها بواحد المعنى يقراها ويقول فرقان نصيحة سبحان الله من قرأ الله القرآن وربك العيون من شد المصحف بيلو بلي شو بيلو بعد ما واحد يقول كنت شد هذه كنت وسيلة أنا أتابع دخل كنت شد المصحف هذا بيد شد الحرام وكان تمر مقاره وباع الحرام كنت شد المصحف مصحف هذا بيحكي كلام الله تعالى أقرأ الصورة الفلانية أقعد قدام القرآن ساعة ساعة خصص له من وقتي هذا أقرأ روح القرآن قرآن ما تكرر المشكلة بدك تخرج اخرج اضرب معك كلام اضرب معك كلام خلص له كلام أصرف شو بيلو بلي أنا عايشين شو اللي على البيت وحنا فهذا الآن وقت وقت قرآن دون أقول الكلام أنا يدير الكلام الروح لأن الروح لازم لها الكلام والطلاب لازم كل حاجة لازم لها أنا يدير الكلام الروح شنو الروح ما تحضر معي ما تحضر معي خمس دقائق قدامي نقرأ صفحة كمل صفحة أنا كمل صفحة دين ودانا هكذا تحب دولة شو الله أكبر
فضل التائب لازم يدخلوا الجامع، لازم يدخلوا الجامع وبينوا في الجامع طارق وأوسع باب المفتوحة باب ما لازم تحضر روح ادخل الجامع لا تصلي في صف الأول صلي في صف الأول ما تصلي في برد مرض إيمان لأنه برد إيمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلي يلي منكم أولو الأحلام والنهى نصحى في القرآن قال الإيمان يطلب وضوء جدا تصلي في صف الأول مرض بينا ادخل ادخل ربي هذا بيت الله تعالى ادخل روحك لأنه ما تخليش الأرض الجامع دخلوا الوسط الجامع دخلوا العقد الدار شوف ما أنت في واحد يدخل دارك تدخلوا للصالة وتحطوا في الوسط ماشي كما واحد داخل حشمان منك وانت تخليه حشمان تخليه حشمان ايه شوف اضافي خلطي وراه في ده غاشي عندك يبقى راح ساكن دخلوا في الوسط يا راح ما يعني ما هوش يا دخلوا الجامع وخليه يقع في الجامع برنامج المسجد مهم قراءة القرآن الكريم اقرأ القرآن شوف هذه القصة تخلوها هذه في التسعينات واحد فيهم مات الله يرحمه الثانية لا بس الله ان يرحمنا جميعا وان يرحم اخواننا احياء واموات وما حكي يوم هذا بليما رحمه الله تعالى فهم يقرأ القرآن غريت الله غريت الله الصوت حشيمة يا رب يقرأ لما قال القرآن يوم واحد هذا القرآن كان زيت على راسه أنا قال جنة يا مناش قال في هذا كل شيء واش تتمنى بي أنت الجنة عم يقرأ كان يقرأ يعني شوف هذه القاعدة تدخل نزول يقرأ القرآن يعني شوف السجيدة وتدوك تضحك مع الأخرى فقال له أنت يا كل شيء يقرأ الآية لهم فيها ما يشاء من خالده قطع مهم ومن بعد دخلوا له قال له أنت تدخل الجنة وش الجنة قال له يا لا ترى ما يا كانوا استوى بدارك بيتي مسكين معنا كان في قلبه سيدة كان ايه تبي تخلف ما يعني أخطأ مش في الفارق يعني غلط في الدعاء يعني بالصح شو بس شيء بس جاب التحديد منه قال ما في الجامعة دخل الجامعة قرأ القرآن قرأ آية قال ما أنا مسكت عليها مع أنني مسكت مسكت ريح أنني قاعد قدامه أنني قاعد قدامه مسكت يقول الله ما أنا بدأت تفسير لك الله يبقى بيتي يفوت لأني تضحك سنواتها مش قلتنا هنحكيها ونكمل الحديث لأنه ما تتخيلش والصح انا الذي اعجبني انه هذه القصه وين سمعناها؟ صارت في الجامع فهمهم هكذا فهمهم واحد صحابي قال حتى تبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر لما نزلنا في اهل الحنبله ده الخيط كحل وبدا يتمرن ياكل التاريخ حتى قال حتى شفنا شفتوا نحبس الماكله الى ما شفتش قعدنا فضل من الخيط الابيض خيط اسود هو كهدره يعني شيء مقحف لنا لكن هكذا كان الدين الناس هكذا كانوا الدين يعني قوة ذلك الشيء في باله صاره تركه ستمنى يعني أن يكون عنده ذلك الشيء في يوم القيامة فلابد إذن أن نعين التائبين على توبته ومن أعظم ما نعين به التائبين أن لا نتركهم وحدهم أن لا نتركهم وشيطانهم من الأولى أن لا نتركهم وصحبة شياطين الإنس صحبة شياطين الإنس الذي تضوه الذي قتل بها نفسه مش قصر العالم قالوا ما تجيش تبني الحومة بعد بني الحومة هذه ما يديروا لك والو ليه القتيلة الأولى ما داروا لك والو في نفس المعاني استعباد قتلت الثاني قتلت الثالث قتلت الرابع هذوما ماشي الجامع الأخر فقال له اخرج من هذه الحومة وروح إلى قرية كذا وكذا فيها أناس صالحون يعبدون الله فاعبد الله معهم الصالح المؤمن يألف ويؤلف المؤمن يألف ويؤلف المؤمن يحب خلقه أنا لم تجمع فيه عشرة الله يبارك الله فرحان عشرة غدوة جمع ولا فيه ألف يعني مش من تقلقوا وقولوا زعموا نفرحوا غدوة ولا فيه عشرة آلاف نفرحوا المؤمن ما هذا ربي هذا ربي مثلنا واسعة واسعة جدا تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة وأهل النار يؤتى بالموت فيذبح فيقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا بس الله يجعلنا منها قال فيبقى مكان في الجنة فيخلق الله له أهله أي عمر كي تخلق أهل الجنة الجنة
وجنة هذه مش شيء ذكر جامع الحرام عندنا 50 سنتيم كل واحد فينا عنده 50 سنتيم ولا 60 سنتيم ولا وش جنة عندك فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. آخر واحد يدخل الجنة ربي يعطيه مكان في الجنة تسعة عادي برا تسعة عادي برا لم لكن كي دخلوا في الجنة يعطيه مكان في الجنة يفوق الأرض 10 مرات يفوق الحرب 10 مرات هذا آخر واحد دخل الجنة فما بالك بالذين هم من أهلها والصديقين والشهداء وصلى الله عليه وسلم ومع ذلك إذا دخل هؤلاء جميعا يبقى مكان في الجنة فيخلق الله له أهلون يخلق ربي ناس يخلقون يقولون من أهل الجنة يفعل الله ما يشاء له الخلق والأمر تبارك الله أحسن أحسن الخالق لكن إذا لابد أن نعين إخواننا على التوبة ومن أعظم من وهذه اللي تقدروا عليها كان شركة عبد الله تقول لي يحتاج دراهم يعطون دراهم يحتاج الإحلال نعمل الإحلال يحتاج وقت نعمل شوية وقت امرأة واحدة امرأة ديالها ما كانتش تصلي جا رمضان ولا تصلي نقص لها من الدور هذه نقص لها من الصلاة نقص لها من زيادة قال معليش وقت صلاة باش تصلي عاونها نقص لها من تكاليف باش تبين لها بدي تقدر تصلي لأنه من الأشياء اللي قمنع الشيطان أصحاب الصلاة اللي تقي الصلاة شو الشيء اللي يغمهم بالشيطان ما عنديش الوقت أنا مشغول كنت مشغول ما صليت كنت مشغول إحنا يا الشيطان بين الناس بالله الصلاة هي الشغل الصلاة هي الشغل الحقيقي أنا مصدق ديالك على ذلك نقصها من التكاليف مش أنت تقول المرأة تبدأ تصلي تقول أنا محمد يوم لأن الصحابة
الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما كانوا سببا في إدخال الناس في الإسلام علموهم الدين. فشجع الصحابة كانوا يعرفون شيء، كما تعرف جيبوا الإمام أديه واحد يعرف بتحب شغل الإمام يعرفه يقول لك أمر الصلاة شنو قال عرفه لا أمر الصلاة شنو هو ما يسبش شنو يصلي شنو هو على إمام ما يسبش ما يقنعه باللي ما يعرفش باللي ما يقول صحة وهنا يفتح البصر للقلب. بعض الناس يقول لك هذا مش عقل إلى الله تعالى يقول لي سب أنت يا أن الإنسان أنا يقول لي صلي يقول لي عندي صحة وكان ما تنظر وأنا ما أشهد أعطاه الإنسان تعرف تهضر إنسان مش تهدي يقول لي ما حفظ حتى آية ما حفظ حتى حديث دعوة تعبد لي هذا بلي هذا معصية بلي أكل الحرام يعذبه يا ربي سبحانه وتعالى ما حفظ حتى آية ما حفظ حتى حديث بس عندي شوف فيها وتطلب الدول عالم العلماء السهلة لا تديروها شنو هي السهلة؟ وش هي السهلة تقول لي عند الملتزمين شنو هي؟ أنه الشيخ ماشي أنه الشيخ ماشي سني وضال كيف السهلة؟ وقعت في الدار ياكل في الكوكب ما حفظ لا آية لا حديث يقول لك على الناس سيادة ويقول لهم فلان ما تسمعولوش فلان ما تسمعولوش فلان وش اريد هذا الانسان؟ قال لك راني محافظ على الدين محافظ على الدين محافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك يفعل الشيطان بالجهاد لذلك لابد ان نتعلم والعلم شنو هو؟ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربط روحك بالوحي الدائم بدل يدخل جديد ما تبداش ما تطبوش عليه الفقه هذه من الاشياء من الاشياء لابد ان نتحلى بالحكمه مع اولئك الائمه بعض الناس اللي يشوف حتى يقول لك على بالك خالف اليهود والنصارى لازم تربي اللحيه ولازم تسلم مازال له مشتاق اللحيه الان اي جايه الان شنو عرفوا بربي عرفوا بربي اسم الله الستير اسم الله الرحيم اسم الله الغفور ما احوج التائبين الى معرفه الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى لما تقرا الايات تاع الله غفور تقول ما كانش انسان يدخل الجنه اللي يعرف رحمه ربي شحال واسعه تقول ما كانش انسان يدخل النار واللي يعرف غضب الله وان الله جبار عزيز وان الله منتقم ينتقم من الكافرين والعصر يقول جاء واحد يدخل الجنه عرفوا بالله فان الله عرفنا نفسه دخل في الايمان بالله ان نعرف الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى او ان ناخذ هذا الانسان الى من يعلمه الدين توقف عند هذا المقدار وكنا يعني يلا المقصود يعني كيف نتعامل مع التائب الجليل حتى الدوله ذكرناها جميعا ان تفرح في توبته والفرح عمل قلبي يعني تبين له الفرح تعرض اشار تسجل سجل الشكر قدامه تقول له كلمه تنور جامع به انه تهرب زين تبشره لانه هو الشيطان جاي قمه تقول له والله هذا الطريق الصلاه احاديث الصلاه مره النبي صلى الله عليه وسلم قال الصحابه قالوا لو ان نهرا بباب احدكم يغتسل منه خمس مرات كل يوم هل يبقى من درامه من شيء؟ خمس مرات كل يغسل بها كلنا كما يبقى الانسان له سر خمس مرات يوميا يغسل منه هل يبقى من درامه من شيء؟ فقال الصحابه هذا تقول له او الميتة فقال الصحابه لا ويكون الانسان قال فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا شوفوا حتى ابي يعرف باللي الصلاة هي تنحي لك الذنب تنحي لك إذا واحد يغسل خمس مرات كل ما تغسل يا ربي يمحي الله بهن الخطايا التي تكثرها بين كل صلاة المسلم فلا بد من الأشياء التي تبشر بها التائبين هذا من بشر بها السيرة السيرة في آخر تحكي على الصحابة الذين تركوا لله الصحابي عبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف قالوا دلوني على سوق المدينه اخي جاء من مكه هذا بعد مرور ايام قال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ايه انا تزوج انا مش حطيت لها المهر ايش حطيت لها المهر قالوا مثل النواه تقول لها مثل النواه من الذهب ثم هذا الحق يقوم تروح وتزوج واعطى لها المهر المره ديالها لما مات عبد الرحمن بن عوف كان المال عنده يقسم بالفؤوس الذهب اللي كان عنده يقسم بالفؤوس هذا انسان صوالي ترك المال ديالو لله في مكه جاء للمدينه قلت
الرابطة تاع تاع المخدرة هذه هل تدخلك الجنة؟ تغليك هل تغليك؟ تغليك؟ ما تغليك؟ سكرها هالو هالو يمكروها مكروها هنا كرها هالو وبين لهم باللي الحلال فيه نكسة لابد أن تصبر وشنو قلنا بعدين؟ تعاون قلوا بإذن الله تعالى خيك تحتاج تفطر وتعشى فطورك وعشاك عليها عاونوا الناس الدائمين عاونوا الله قدره عاونوا بالجاه عاونوا بكل خير دينا تنفقه لله تعالى شك انفقت علاش انفقت الا قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره اتقوا النار ولو بشق تمره النبي صلى الله عليه وسلم قال من كل ما عنده حتى يسلم فلان وفلان وفلان أنا دائم كلنا دارنا والله ما يقول لك أعطيني قرش عندك صحبي له بلي مهنة مهنة مادية صوفة لينا بردك أنا يقول لك بلي هذه مادية الحرام هذا الكشية تكبيحهم حرام والخدمة هذه حرام ومعفونة وما يبارك لكش ربي بيها ولا تضر الناس تضر روحك وتضر الناس ودعاوي الشرع لك وكذا تبين له هذا ولا تقول له تركها ولا بالمقابل في نصف هذا تقول له رميهنة والله رميهنة فطور فطور فطوري هو فطوري وعشاي عشاي ولادك يقرأ ويتكسر لأنه هو الشيطان يقول لك كنت تنفق على الأولاد و و و و فأنت تبين له وتقطع أرباع الشيطان الشيطان يعي منهم الفقراء أو يفقروا الشيطان تخلي أنت مع الشيطان ديالو يحتاج إلى معاونة مادية من الأشياء قلنا من الأشياء التي نعين بها التائبين أن نكون جلساءهم بعدما كان جلساءهم قوم آخرون الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا وأن يمن علينا بالتوبة النصوح الذي تتوب ما عدا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن الطاعة ما تبلغنا به جنبك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بإسماعنا وإبصارنا وقوتنا أبدا ما ألقيتنا واجعل الوارث منا واجعل فقرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من ذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما قرب إليها بقول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها بقول وعمل ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك